لأمتى أبوك بده يضل قاعد عنا؟ نوصي صوتك عسما هي ما يمديك. قاعد هون لحتى يطيب. والسيلان اللي وعدتني فيه على البحر؟ مؤجل حتى أشعار آخر. ويليك، حملي حالك وسوي له شغلة سخنة وتعالي. يلا يلا الله يخلينا يا ابك يا بي. الله يخلينا. شو ناقصك؟ لازم تشيلني. بركي هرب بدك تعملي لي مش شوربة. لك انت بتأمر انا. الله يرضى عليك. خلينا يا ابك. يا بي شلون حاسس لحالك؟ الحمد لله. الحمد لله. عم اعذبكم معي يا مو هيك. شو هالحكي لك؟ شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ سكري يا سكري. يلا جاي جاي. اقسم بالله يا بي اذا بسمعك تاني مره بتحكي هي الكلمه. يا سكري حاكيني. لا كفهمنا جاي. يلا تعال هون. شباب يلا قوم شوف هربتك يا بي. يلا ارجع لك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. يا سكري. لك شو في؟ صار لي ساعة عم ناضيلك وانت ما عم ترد علي. لما خلاص التحيت بأبوك ونسيت بيتك. لك سكتي فتحتيني. لك مبح صوتي مبح صوتي وانا عم ناضيلك لحتى تعبي لنا كاز وانت ما عم ترد وملتهي بقصص ما لها طعمة. شغل البيت كله صار فوق راسي والله العظيم شي بيقرف. نوصي صوتي. نوصي صوتك احسن مني. يا بتيكا عبي لك كاز ماشي الحال. احلك وشبق ما شاء الله. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لحين خرب بيت رصبي. يا رب يا رب تأخذ أباتك وتريحني وتريحهم يا رب. عدمني ياك يا حبك الله يعدمني ياك على أهون سبب يا اختيار الجن. بس يا معلمي يعني انا الي من وقت ما كان عمري 15 سنه بشتغل عند شيخ الكار العطاري، يعني صرت افهمها لهي المصلحه كثير منيح. بعدين انت شو خسران يا معلم؟ لك جربني بس يفوت شي زبون اللي انت خلص مشي، واذا ما عجبتك خلص لا تخليني اقرب على الزبائن بالمره. ابوس ايدك معلم الله يوفقك. طيب راح نعطيك فرصه تكرم عيونك. بصلاة محمد. بصلاة محمد. لك يا ابني ربك على حكي هذا الحكي. الله يبعد شي زبون يا رب. شوف شغلك. يلا. السلام عليكم. اهلين قسام. مرحبا خالي. اهلين وسهلين. سليم شوف شغلك. ايه بامرك انا. خبرني معلم شو طلبك؟ شو وجعك؟ قل لي انا جاهز. طول بالك علينا شوي. حط لي رطلين صابون ويت زهورات ويت بابونيش بس على حالك. لا الحظ لا يفعل ولا ليش. شو بدي ويا زهورة؟ ويت زهورة ويت بابونيش. عطينا لو هي عم تعمل هذا الولد بده يعيش بالبيت من شيء لك. آخ آخ شكري. آخ يا هجري يا خير يا أبي خير. شو صاير؟ يا أخ ما في قربي جسمي إلا عم تجعلي يا أبي. ان شاء الله عليك العافيه. حاسس بدوخه براسي والدنيا عم تفتل فيني فتل. دايخ يا ابي دايخ. بدك هالصياح مشان شويه دوخه جبتنا كلفتك. اسكتي وطبي لسانك. ها لا ما رح اسكت اصلا. نحن ما بينبقى لنا نعيش مرتاحين وكله كرمال مين؟ بس كرمال هالختيار انحرمت من السيران. اقسم بالله العظيم اذا ما بتطبي لساني لايام ايامتك ودعسك بجري. أنا ماني مجبورة أقعد له خدامة لأبوك وبسطي وسعادتي أهم منه. شوفي وليه إذا ما بتطلعي من خلقتي أقسم بالله لأملي فيكي. طلعي من هيك. طيب مالك طول مالك الله يرضى عليك. صور لك علي يا ربي. يا ربي كرمات الله يا ربي كأنك ما سمعت شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. هاي البنت راكب الشيطان راسه. الله يهديها لك يا ماركي. خد على قد على خد على قد على الله يرضى عليك. لا حول ولا قوة إلا بالله. بدي اياك انت تكون راضي عني يا بي. الحمد لله. يلعن النسوان كلهم كلهم في دار رجليك بس انت تكون راضي عني. رسمية
يا بنتي يا رسمية رسمية. خير شو بدك؟ إن شاء الله لا تعزيني يا بنتي، أنا عذبتك معي كثير وعملت مشاكل بينك وبين جوزك، الله يرضى عليكي. شوفيني حدا من ولاد الجيران يروح لعندك يصبحي على الفرن مشان يجي ياخذني لعنده على البيت. لك لا تاكل هم عمي، الف طلب مثل هالطلب انا رح روح بذات نفسي لعنده على الفرن ونادي له بس دكي لدك ملايتي. وين ابي وليه؟ وين راح؟ ايه تقبر قلبي روق، اجا اخوك صبحي واخده لعنده على البيت. لك شلون اخده صبحي؟ والله ابوك طلب مني هالشي وانا حبيت نفذ له رغبته. ابي طلب منك؟ لا ستي احذري ليش راح؟ راح من حقارتي، سمعانه؟ هلا هاد يلي طلع معك ما بكفي كنت عم عامله احسن معامله؟ احسن معامله؟ سمعك ليه؟ تحملي اغراضك وبتنقل من البيت، يلا يلا لك يلا يلا لعما ضربك. حما تبكي علي ليل نهار يا شكري. يا بي خير شو صاير معك؟ تعبان يا بنتي تعبان. الله يرضى على جوزك شكري ويكلله بالرضا يا ربي، اللي يرضى يستقبلني عندكم ويعالجني بالبيت. يعني انت اللي بعت خبر انه بدك تجي لعنا؟ ايه يعني ما لقيتهم؟ مبارح لما اعطيتني الذهبات فتت حطيتهم جوا مع ذهباتنا، هلا فتت عم دور عليهم والله ما لقيتهم. وين راحوا؟ والله العظيم ما بعرف. شلون يعني ما بتعرف؟ ما بعرف، انا قلت لك يا هو المزبوط لازم تصدقني لانه انا ما راح صدقك، واذا ما بتفوت هلا بتجيب لي الذهبات قسما بالله ما راح يصير خير بيني وبينك منوبها. قلت لك انه فتت نكت الخرق عليهم قسما بالله ما لقيته. بيرجع بيعد لي نفس الكلام، ما دخلني. بجوز يكونوا سرقوا. سرقوا ما حسيت عليهم؟ لا والله العظيم، اقسم بالله العظيم لا بعرف وين الذهبات ولا بعرف وين راحوا ولا بعرف من اشو. بسيطة، انا رح اعرف وين الذهبات، خذ لي طريق. خذ لي طريق. يلا يلا. تفضل. يلا. ما علينا شيء سيدي. دورت منيح يا عيسى؟ سيدي ما رح تستفيدوا شيء، لأنكم ما رح تلاقوا الذهبات. أيوه. معناها مخبي المسروقات برات البيت. لا برات البيت ولا جواته. أنا بحياتي ما سرقت ولا بعرف الحرام. وفيك تعلمني مين سرق هالذهبات بالله؟ سيدي دود الخل منه وفيه. شو قصدك لك جابر؟ حبيبي اللي اخذ ذهبات بيفهم فيها. أنا طب يعرف وين حاططهم، بما انه مو انت ما هذا حدا من اهل البيت. اهل بيتي شبعانين اكثر منك ومن اللي نفضك، اوعى تقرب عليهم. ها بالتحقيق ببين معنا. شو قصدك يا جابر؟ هلا فوت لعندهم خلي جازوا حالهم ويطلعوا معنا. يلا لوين بدهم يروحوا سيدي؟ على الكركون. لوين يعني؟ لا سيدي لا اوعى، انا بدكم روح الكركون وروح براسي من ايدكم هي لايدكم هي، اما الحريم ما حدا بيقرب عليهم. اسمعوا لك عنا كلمتين، بتفوت لعند النسوان خلي جهزوا حالهم ويطلعوا معنا أحسن ما أشحطك وراهم شحط، فهمت؟ واحد الله سيدي واحد الله. حرك
يعني انتم ما سرقتوا ذهبات السيد جابر؟ سيدي قسما بالله العظيم نحن لا سرقنا الذهبات ولا حتى بنعرف نسرق. يا سيدي ولادي مربين ولا يمكن يمدوا ايدهم على شيء مو لهم. وين راحوا الذهبات؟ والله يمكن انسرقوا. مين سرق الذهبات تبع السيد جابر؟ ما بعرف يا سيدي، والله ما بعرف. سيدي وانتوا فتشتوا بيتنا، ايه ما لقيتوا شيء؟ ايه صحيح فتشنا بيتكم وما لقينا شيء، بس ما بنقدر نترككم لانه السيد جابر ما صفت حقه عنكم. يا سيدي انا بصفت حقي عن حاتم، لانه بالفعل انا اشتغلت معه كثير وما كان في سرقات منه نهائي ولا غلطه، علي يبارك لياتهم. بس يعني عدم المؤاخذه هالمره كانوا الذهبات عنده بالبيت. شو قصدك؟ انا وبنتي اللي سرقنا الذهبات؟ ما حدا دريان فيهم غيركم. خلاص لك واطي؟ لا تعيط علي لا، محترمك انت امك. اسكت. خلص خلص فيها. سيدي انا بدي اشتكي على ابن حاتم وبنتها والسلام عليكم. هروب لك هروب. اسمع لك انت، بتروح بتحل مشكلتك مع جابر. وانتوا اثنين عم نظارة. شو؟ درويش. ابعد سيدي. شي. حضرة الميوز بس مشان الله الا الحريم. الله يهدك. يا مو مشان الله نظارة يا مو حضرة ليوز باشي مشان الله عم قلك بترجاك عم قلك عن نظارة لا تركنا يا مو حضرة ليوز باشي مو سيدك إلا الحريم روح حل مشكلتك مع جابر حرق جاي تترجاني. انت بتعرف انه انا ما بترجى حدا. لك هذا شو جاي؟ شو بدك من شان تطلع امي واختي من الحبس؟ بدي الذهبات. لك جابر انت اكثر واحد صاحبي بالحاره وبتعرف انه ما معي ولا ذهبه وبتعرف انه متدين 50 ذهبه وبالفائده كمان. مو مشكلتي. طيب حبسني لي. حبسني لي، شنقني، عدمني. بس من شان الله طلع امي واختي. طيب انا مستعد طلع امك واختك وانت من القصه، بس بشرط تزوجني اختك. طيب طالعون بعدين بنحكي بالموضوع. لا اول شيء بدي اسمع الموافقه تبعك والموافقه تبعها. موافق. يعني هلك شرفي. شرف شرف شرف. قبل ما اقول لك اذا كنت موافقه اتجوزك ولا لا، انت عن جد مستعد تنسى قصه الذهبات اللي سرقوا لك اذا قلت لك انا موافقه اتجوزك؟ ما قال لي اللي عملته مشان هيك. شو قصدك؟ قصدي انه الذهبات بالحفظ والصون. وينهم؟ بس نكتب الكتاب احكي لي. يعني انت بتعرف لي سرقهم؟ بعرف. أنا موافقة أتجوزك. حضرة يوز باشي ما بعد إذنك. طمنوني إن شاء الله تكونوا اتفقتوا. سيدي أنا بدي أسقط حقي عن محاتم وبنتها. ليش؟ ظلمتهم. أو شلون عرفت إنك ظلمتهم؟ يا سيدي ام حاتم واولادها والله ما بياكلوا لقمه حرام، فاكيد في حرامي نازل عليهم ما في غيره. وشلون طلع معك هيك؟ سيدي شيطان، الشيطان شاطر، لعب لي بعقلي بس الحمد لله رجع لي عقل الرحمن وخلصنا هالوساد كلياتها. طيب وليش ما حكيت لحالك هالكلام قبل ما تيجي تشتكي عليهم وتبهدلهم؟ يا سيدي والله عم بقول لك الشيطان شاطر كثير. اسمعنا قال لك
إذا هلا صفطت حقك عنهم ما بتعود بتقدر تشتكي عليهم بعدين ها؟ يا سيدي أنا ما عاد بدي أشتكي عليهم. إيه مثل ما بدك. يا سيدي إذا ما بدك منا شيء خلينا نمشي. روحوا. سيدي قبل ما نمشي أنا بدي أدعي على جابر. أب شو بدك تشتكي عليه؟ بدي أدعي بالإدعاء الكاذب علينا وإنه هو متستر على الحرامي اللي سرق الذهبات. صحيح الحكي يا جابر؟ لا سيدي هي كذابة. لا سيدي مالي كذابة. وهلا لما كنت حضرتك برا اعترف لي بعظمة لساني انه ما بسخط حقه عني وعن امي الا لحتى قبل اتجوزه. لك اسكتي بقى. ما بدي اسكت سيدي وانا بدي اشتكي عليه وحبسه. بتقول شو في تحت لسانك ولا نزلك على ابوه؟ سيدي والله ماني مخبي شيء. اسمع لك رح ابعتهم يفتشوا بيتك واذا شافوا الذهبات ببيتك فورا بدي حولك على القلعه الصبح فلقه والمساء فلقه خليك التخت في كل عمرك فيها. مستاهل. يا سيدي خلص لا ما بدي العب. بعترف. بشو بتعترف؟ بعترف انه انا اللي سرقت الذهبات من بيت حاتم مشان اهبس اخته واضغط عليهم مشان يجوزون اياها. بقولك بهيك حاله مفروض تطلبها من اهلها. انا طلبتها ما رضيوا. ولهلا ما بوافق عليك حتى لو قتلوني. لك ليش؟ بالاول لما اجيت طلبتني صرت تحكي بالمصاري كانك عم تشتري شوال بطاطا ولا شوال بصل. ولحد هلا ما بوافق عليك لانك مالك رجال بعينه. الرجال بيكون سند وظهر لحرمته مو من اول مشكله بتصير بينه وبينها بصير بده يتهمها هي واهلها بشي مالهم عاملينه وبصير بده يزتها بالسجن. مثل ما عم اقول لك مستحيل اتجوزك لو ما بضل في غيرك رجال بالدنيا. درويش تاخده. اقسم بالله اذا بشوفك بعد بالباب لكسر لك وشك. والله العظيم والله العظيم والله العظيم والله العظيم والله العظيم والله العظيم والله اختك احسن ما كومك انت ويافا بعض الناس. انا بدي كومك يا الله. والله العظيم والله العظيم والله العظيم والله العظيم والله خليته باخته. والله العظيم مظلومه يا مختار. والله العظيم مظلومه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. امشي قدامي لاشوف. امشي قدامي لاشوف. ولا فهمي لي سميه شو صاير. مصيبه كبيره مصيبة كبيرة وقعت على راسي بس أنا لي أي ذنب فيها. ولك احكي شو صار احكي. نزلوا اثنين زعلان على البيت. شو؟ لا تقولي لي أزوكي. اعتدوا علي ولي على قبضي ولي على قبضي. الله أكبر. ولي على قبضي. ولك مين هن؟ مين هدول؟ والله لا عارفون يشرب من دمهم والله. قولي على أبي قولي على أبي عليك يا أبي قولي على أبي عليك يا أبي. انت ظلمتها بزيادة. وشو بعرفني إذا كانت عم تحكي الحقيقة لما عم تكذب لما طلقت لي بهالقصة مشان تغطي على بلاوية. لك خراس وست حلق. أمرك مختار. لبين ما الله يلهمنا ونعرف مين اللي عامل العملة هي لا بتقرب على سعيد ولا بتقرش ابنه. عم تفهم؟ منت علينا مختار. منت علينا خاطرك. الله معك مع السلامة. سعدو وين مختار؟ بتروح بتناديلي لحارس الحارة يجي لعندي لهون على الحارة. أمرك مختار؟ الحق عليك من الاول. ليش سكتتي؟ كان لازم تقلي لنا انه جوزك طول الليل ما بيجي على البيت. مو انتوا عودتوني ارضى بكل شيء بيعمله جوزي وما اطلع بكلمه لبرا؟ لك يا بنتي لو قلتي لنا ما كان صار اللي صار. اسمعي ليكون جوزك متجوز عليكي.
ما بعرف امي، ما بعرف. المهم مشان الله يا امي، مشان الله لا تخلي اخي يتعلق مع جابر، مشان الله. وكلي الله يا ماما، وكلي الله. اكيد ما بتعرفوا انا ليش بعت وراكم. انا بعرف ليش بعت ورانا يا مختار. ليش؟ اكيد هذا الواطي نزير اشتكى لك اني انا سارقه، بس يشهد ربي الحق عنده. اول شغله بتطلع 60 واطي ولا، وتاني شغله لا سرقتني وانت واحد كذاب وما بدك مني ولا ليره. انت الكذاب ويشهد ربي الحق عنده. شو حقك يا حمدي؟ انا مدين مصاري، كل ما طالبه فيهم بيتبلى. مختار الله وكيلك كذاب ولا تصدقه، هذا الزلمه واحد حرامي. خلصنا. انا اللي بدي مصاري. ولا انت الكذاب. خلصنا انت وياه. انا مو مشان هيك بعت وراكم. لكن مشان شو يا مختار؟ شو كنتوا عم تعملوا امبارح بالليل بالحاره؟ اي حاره مختار؟ مو نحن. مين لك قال؟ شو بيعرفني مين مختار؟ بعدين انا وحمدي صرنا شهر ما بنحكي مع بعض، ولا شفته ولا شافني. ايه مضبوط مختار، انا وياه ما بنحكي مع بعض، لاني طايقه. بس حرس الحرم مو هيك قال؟ قال شافكم راكدين وكانكم هربانين من العمله عاملينها. شو هالحكي؟ وشو العمله اللي بدنا نعملها؟ انا اللي عم بسألك. إيه ما بنعرف، مو نحن الله وكيلك، مو نحن، مو لنعرف شو هي العمله بالاول يا مختار، شو هالحكي يا؟ اسمع انت وياه، مو انتوا اللي اعتديتوا على الحرب المسوره؟ اعوذ بالله مختار، شو هالحكي؟ نحن ما بنعمل هيك قصه بالمره. اسمع على هالسمعه واهل الحاره هن عرضنا وشرفنا يا مختار. مختار مين عمل العمله؟ ابصر مختار، شي واحد ابن حرام الله لا يوفقه على العمله. مو انتوا يعني؟ لا مختار، اعوذ بالله، نحن ما بنعمل هيك قصص بالمره. وحط رجليك وايديك بمي بارده، اهل حارتنا وعرضنا بنحطهم على راسنا وبعيوننا التنتين. واسمع حمدي، هاي القصه ما رح تنسيني اياك بالمره. المصاري بدك ترجعهم، وبمعيتك مختار انت اللي بدك ترجع لي اياهم. يلا عن اذنك، السلام عليكم. قسما بالله العظيم، اذا كنتوا انتوا عاملينها لحاسبكم حساب عصير، ما تنسوا كل عمركم وحياتكم. نلع عمل لك مختار، مو نحن نلع. رح نلع. بتضل ضايج علي، هديلي راسي شوي. لك شو ما بدك يعني ضوج؟ لك بدك تجنني انت؟ لك انت رح تروحنا؟ لك طبل لسانك وفهم بقى لك حمدي، لسه خايف وما بعرف شو. اسمع حمدي، فهم علي منيحة وشغل لي مخك، الله يوفقك، واي شيء بدك تعمله بتقول لي اياه لإلي، فهمت؟ ولا تفكر حالك فهمان او تتذاكى انك تروح تشتغل من وراي منشان انه تلبسني الي القصص وانت تنفذ فيها. لا اصحى، بتكون غلطان حمدي، يعني انه انا اول عصاية بدي اكلها رح اجيبه لاسمك، فهمت علي؟ بقى ضبه للسانك وخلصني. ها تركني لحالي، يستر على عرضها، اصلا انا رح امسك قبلك. انت شو انت؟ يا ربي دخيلك، لك هذا الزلمة بده يجنني، لك فتح لي اياه لمخك، لك حاجة فاول علينا حاجة. لك شو فاول عليك؟ بس يا انه نسيت خنجري ببيت الحرمة، مكتوب عليه اسم ديب، ابي كان بده يسميني ديب لو ما غضب جدي عليه وقال له سميه حمدي، والله لا يخرب بيتي والله. لك وين صوتك؟ الله لا يوفقك، بدك تفضحنا؟ شو السيرة يعني؟ هاي السيرة ما حدا بيعرفها غير انت، يعني ما حدا بيعرفها من اهل الحاره كلياتهم. بعدين الزلمه اللي حفر لك اسمك على الخنجر اندفس ومات، الله يرحمه، شو بدنا نعمل له؟ وشغله ثانيه، اذا كنت انت خايف من هالقصه، يا روحي يا قلبي بتحمل حالك وبتروح وبتجيب لك خنجر بتشتريه وبتحطه، واذا ما بدك تشتري خنجر، اخي اذا حدا سالك على الخنجر قول له ضاع ما بعرف وينه. هي السيرة كلها، لا تعمل لي اياها قصة، خلص ضبه للسانك، فتح مخك، روح امشي قدامي. شو بقى؟ مسيك مختار، مسيك. ليش هو الخنجران؟ هذا لقيته ببيتي لواحد من هالزعران اللي اعتدوا على مرتي بالظاهر. ايوه، وشلون بدنا نعرف مين صاحبه؟ والله يا مختار هي شغلتك مو شغلتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا جيت لعندك مختار لأعرف شو صار بالقصة. والله لسه ما صار معنا شيء. الجابر، لا هذا الخنجر عنده بالبيت. شوفوا إذا كنت بتعرفه أو إذا كنت شايفه مع حدا بالحارة. هذا الخنجر
الخنجر لعندي؟ شو؟ انت متأكد للحكي يا سعيد؟ معلوم مختار، انا كنت عم بيع الخناجر لما اجى حمدي لعنده وناقش كلمة ديب. والله انا خلص عليه لهالورطي. طول بالك، الله يرضى عليك. اتركني انا حل القصة. ساعدو ور مختار، بتروح بتنادي لرزير وحكي على حالي كوام. امرك مختار. عدو لشوف الجود أبو. خليني انا اتصرف. لك عمي اتركني، قلت لك الله يرضى عليك. أنا بعرف دبار وعندي دور الجوز. عود صار عود. اللهم لا أسألك رد القضاء وإنما أسألك اللطف فيه يا الله. شو؟ هذا الخنجر اللي وردته عن أبوك يا حمدي؟ لا يا مختار، هذا الخنجر ما بعرفه. لكان هذا الخنجر لمين؟ وشو بيعرفنا نحن لمين مختار؟ شو بيعرفنا؟ أخي بأدب ولا؟ قصدي مختار يعني ولا كلمه. انت حافر كلمه الديب على هذا الخنجر. هذا الاسم اللي كان بده يسميك يا ابوك لو ما تدخل جدك ومنعه. الله وكيلك، هذا الخنجر مو لي يا مختار، سأل نزي. مزبوط مختار، ليكون هذا الخنجر لواحد اسمه ديب. اسمعوا يا اولاد، انتوا الديب ما راح صدقكم. بدكم تحكوا شو عملتوا مع الحرمه المستوره، والا قسما بالله مسلمكم للكركون وهنيك فيكم تعترفوا غصب عنكم. لا حول ولا قوة الا بالله على القصة، شو بدك تلبسنا اياها مختار؟ يعني عم نقلك مو نحن. خلص ساعدو. امرك مختار. جيب الكركون. روّي ساعدو، اذا اعطيتني الامان بحكي يا مختار. لك عندي. خلص اعطيتك الامان، احكي لشوف. نحن اللي اعتدينا على الحرمة يا مختار. الله لا يعطيك ولا عافية. فكر حالك انت وياه. شو فكر حالك انت وياه؟ خلصها بقى. ليش عم تقول عنا بلا؟ ها؟ عم ناخذ بيتارنا من بيت المخللاتي. طيب شو عم تحكي عنه انت وياه؟ الو طار؟ اذا ما رحت ابوك اعتدى على عمتنا. ابي ما بيعمل هي اللي عملها بلا انت وياه؟ لا اعملها سيدي. لا سيدي مو مزبوط. اعملها سيدي وقناه بعيوننا. هي شفناه بعيوننا. ستي الله يرحمه حبس عمتي وتركها بناتي لحتى ماتت. وقتها قررنا انه ناخذ بيتارنا من جابر لانه جابر وحيد ابوه واعتدينا على حرمته. لك والله لا اطلع بروحكم. والله لا اطلع بروحكم. خلص طلال. لك خليني في شهري في يوم اختار. اسمعوا لا انت وياه، انتوا بعملتكم الوسخه هي ما فرقتوا عن ابو جابر بنوب. احنا اخذنا بيتارنا. اخذنا بيتارنا مختار. بس انتوا ظلمتوا حرمه بريئه. مو قلتوا لكم تحاسبوا لابو جابر؟ انتوا بتعرفوا مين رح يحاسبكم هلا على عملتكم هي؟ ابو جابر راح رحمة ربه والله بيحاسبه، بس هلا انتوا الكركون بده يحاسبكم. روحوا ادوا الاوضه هيك شوف، خذوا على الاوضه. امرك مختار. حرك على مهلك. يمين ايدك فوت لحالي. زيد تعال شوف. ايه مختار. ادوا ارتاحوا ادوا عاوزكم كلمتين. روح جيب الكركون هون. وصل مختار امرك. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على الشغلة. اسمعني يا جابر، حرمتك انظلمت وما لها ذنب ابدا باللي صار. بتروح بتجيبها وبتجبر بخاطر الله يرضى عليك.